للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن التركي الأستاذ معين نعيم. أستاذ معين، بداية مرحبا بكم. هناك من يرى أن تركيا تريد أن لا تكون وحدها في الأزمة السورية مع روسيا، إلى أي مدى ترى هذا التخوف التركي من روسيا صحيح فعلا؟ أعتقد أن الأزمة في سوريا هي أزمة عالمية، أصبحت أزمة عالمية ولم تعد فقط حدث داخلي في سوريا، خلاف سياسي وبحث. لذلك أنا أعتقد أن تركيا بالفعل تحتاج، ليس فقط إرادة، إنما هي حاجة تركيا اليوم لتوسيع دائرة الأطراف المشاركة في هذا الأمر، خاصة الأطراف التي ترى أن هناك تشارك في المصالح بينها وبين تركيا في الملف السوري، وليس هناك أقرب إلى تركيا. مع الأسف بعد تخلي الأطراف العربية والإقليمية أو مشاركة بعض الأطراف مثل إيران ضد المصالح التركية هناك، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي لتكون مع تركيا في مواجهة التيار القوي الروسي الإيراني ومع النظام، وفي ظل التخلي الأمريكي عن المصالح التركية في سوريا. إلى أي مدى يعني ترى أن يعني هذه الخطوة أدت بالتالي إلى يعني ضم ألمانيا وفرنسا إلى هذه القمة؟ هي تركيا سعت وتسعى لإدخالهم إلى حظيرة القضية السورية، لأنه الاتحاد الأوروبي منذ المرحلة الأولى كان متذبذبا، كان مترددا بين موقفه الباهت إلى التقارب من الموقف الأمريكي. وتركيا في الفترة الماضية ومن خلال عدة مواضيع، على رأسها موضوع اللاجئين وموضوع الأزمة التي قد تعيشها تركيا وتؤثر على الاتحاد الأوروبي، ضغطت وتواصلت أكثر مع الأوروبيين حتى أشركتهم. أنا أعتقد أن هذا جهد تركي أو جهد للدبلوماسية التركية كبير، وصول الأمر إلى مشاركتهم في دائرة أستانا أو إضافتهم إلى طاولة أستانا هو إنجاز لتركيا. ما تصورك للرد الأمريكي على هذه القمة؟ البعض يرى أنها ربما تزعج الولايات المتحدة. بالقطع، كلما توسعت الدائرة ولم تعد تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية في بتركيا أو قلعة الأطراف في القضية السورية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون منزعجة، لأنه في وجود قوى مخالفة للرؤية أو تختلف مع الأمريكان في رؤيتهم في الملف السوري، وكما نعلم فرنسا على الأقل كانت الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تقترب من الموقف التركي والمطالبة بحل سياسي ورفضها للحل العسكري هناك، بل وتوافقها على عدم موافقتها على بقاء الأسد، كلها عناصر تقوي الموقف التركي وتزعج الموقف الأمريكي، لأنه لا يريد تركيا القوية في الملف السوري حتى يستطيع أن يزيد الضغط عليها عبر ملفات المختلفة، على رأس ملف الميليشيات الكردية على الحدود التركية، وعبر التوافق مع روسيا للضغط أو لإبعادها عن التوافق التركي الروسي. ملف التسوية السورية يعني بلا شك هو المحور الرئيسي لهذه القمة، إلى أي مدى ترى أن مخرجات قمة اليوم يمكن أن تمهد الطريق للحل السياسي للأزمة السورية؟ أنا أعتقد أن مخرجات اليوم لم تكن مخرجات لنقل ذات تتجه نحو حل نهائي، لكنها خطوات أولى في الحل. الطرح الأولي حول الحديث عن لجان دستور سوريا الجديدة، والحديث الواضح لتركيا وأردوغان بأنه لا بقاء أو لا يريد للأسد أن يكون موجودا في سوريا القادمة، أو أن الأسد أصبح القاتل لا يمكن أن يبقى يحكم هذا الشعب. الحديث أيضا الأوروبي الألماني والفرنسي عن حاجة ملحة للإسراع بالحل هناك، وموضوع ضمان الضغط، الحديث حول الضغط على منع النظام من تجاوز الاتفاقيات في مناطق انعدام المواجهة أو نزع السلاح أو ما شبه ذلك. لا، كل هذه الأمور أعتقد أنها ستشجع على حل سياسي لا يتمناه أعتقد النظام اليوم في سوريا. من اسطنبول المتخصص في الشأن التركي الأستاذ معين نعيم، شكرا لك.